انطلاقات في صباح هذا اليوم ينطلق على بركة الله وحفظه. ثاني أشواط الكار، ثالث أشواط الفترة الصباحية الخاصة بالحقائق في هذا اليوم. هذا هو الشوط الثالث وأشواطنا 30 شوط في الفترة الصباحية، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول الرياضية لحمد بن فاران بن عتيق آل بريد، هذه الرياضية على المركز الأول وفي مقدمة الشوط. تنخطف مقدمة الشوط من قبل الظبي حمد بن راشد بن سعيد آل بريس، من انتقلت مباشرة إلى المركز الأول والموقع المذاع مباشرة. ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتقدم، وهجوم خطير من شعار بوسعود، درب سعد بن سعود بن حمود آل شافي. انتقل الدرب إلى المركز الثاني وفي طريقها إلى مقدمة الشوط. يا سلام، سعد حاضر ومتواجد في هذا الشوط بهذا الشعار المميز. ننتقل إلى المركز الثاني، الظبي لحمد بن راشد بن سعيد آل بريس. هذه الظبي وشكلها جميل، وكالظباء تنطلق على المركز الثاني مثل الظبي تنطلق على المركز الثاني. المركز الثالث شروق لعبد الله بن محمد بن علي بن طفله المري، ومع إشراقة شمس هذا اليوم الجميل تنطلق شروق على المركز الثالث. المركز الرابع شوق حمد بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس وصول من الشرود ماجد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى. درب اللي ماخذ الدرب كله وماخذ المركز الأول والكادر الفوقاني، هذه على مقدمة الشوط وأيضا سجلها حافل بالإنجازات في هذا الموسم. فازت في العديد من المناسبات سواء في داخل الدولة وخارجها، نتمنى لها التوفيق. سعد بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي يقدم لنا درب على المركز الأول وتنطلق في صدارة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، الظبي حمد بن راشد بن سعيد آل بريس على المركز الثاني، وأيضا تقترب من درب وتريد أن تختطف المركز الأول، وسنشاهد معركة صباحية لا شك في ذلك على اختطاف ناموس الشوط. المركز الثالث شروق عبد الله بن محمد بن طفله المري على المركز الثالث، وموقعها ممتاز يا عبد الله شروق في هذا الشوط. المركز الرابع تنطلق وتتواصل شوق، تعود ملكيتها لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الرابع الملاحقة من الشرود ماجد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. المركز الخامس أول نداء لمطرة عبد الله بن حمد بن محمد بصلعة المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، وختمت النداء والإذاعة مع وصول مطرة في أول نداء لها لعبد الله بن حمد بصلعة المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى في صباح هذا اليوم. وما زال الدرب سيدة الموقف مع أهل الريان، وأهالي الريان مع مقدمة الشوط ومع الفوز. هل ميدان الجزيرة قادمين يا أبو سعود؟ يا أبو سعود الظبي قادمة المتعنية من ميدان السيح، هناك ميدان الجزيرة للمشاركة هنا على أرضية ميدان الشحانية في صباح هذا اليوم. هذه على المركز الثاني وتنطلق انطلاق قوي للغاية وأيضا خطيرة في هذا الشوط يا أبو سعود. هذه هي الظبي لحمد بن راشد بن سعيد آل بريس، غادرنا لوحة 1500 متر الأخيرة، والظبي لا تكتفي بهذا المركز أبدا أبدا، طموح المركز الأول من خلال ما راه من هذا التقدم والتحرك. المركز الثالث ما زالت فيه شروق لعبد الله بن محمد بن طفلة، ووصلت مطرة في هذه اللحظات، تصل مطرة لعبد الله بن حمد بن محمد بصلعه المري على المركز الرابع. المركز الخامس وصول من شوق حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، انتقلت إلى الرابع وفي منافسة مع مطرة على المركزين الرابع والخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء،
للخمسة المراكز الأولى. ما زال الدرب الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير مشاهدينا الأعزاء، وما زال الدرب على المركز الأول. يا سلام، سعد بن سعود الشافي ممثلها للريان في هذا الشوط على المركز الأول. الظبي تتواصل، حمد بن راشد بن سعيد آل بريس، ومطرة ممثلة أبناء المعيذر والسيلية، أبناء المعراض، أبناء المعراض على المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه مطرة لعبد الله بن حمد بوصلعه المري على المركز الثالث، وتنطلق إلى الثاني مباشرة، انطلاق قوي. المركز الرابع وصول خطير وتقدم من شوق. شوق ويا شوق هزني هو الشوق، هزيز غصن انتهى الأوراق. هذه شوق على المركز الرابع، ولكن مطرة تنطلق، مطرة تتحرك. عبد الله بن حمد بصلعة تختطف المركز الأول، تسيطر على هذا الموقع المستهدف. مطرة 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 وسلالة مطرة الغنية عن التعريف على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. يا سلام يا سلام، مطرة وشوق، مطرة وشوق، شوق ومطرة، شوق ومطرة. حمد بن محمد الوهيبي يقدم لنا شوق، تتسلل شوق، مطرة على المركز الثاني. الظبي تتحرك على المركز الثالث مع الشعار البريص. يا سلام يا سلام، الظبي حمد بن راشد بن سعيد البريص، تتقدم الظبي، ولكن شوق، ولكن شوق، شوق قفلت الشوق. والظبي خطيرة، الظبي 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 الظبي، حمد بن راشد بن سعيد البريص، ولكن شوق، ولكن شوق تختطف المركز الأول. تهانينا يا مالك شوق، تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، وسلام يا السلطنة، سلام سلام يا السلطنة، سلام. المركز الثاني الظبي لحمد بن راشد بن سعيد البريص، المركز الثالث مطرة عبد الله بن حمد بن محمد بصلعة المري، المركز الرابع، المركز الرابع درب سعد بن سعود آل شافي، المركز الخامس، المركز الخامس عدالة لجار الله بن حمد بن جار الله بن جهوي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحبل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، وهذه شوط تختطف المركز الأول وتسيطر على ناموس الشوط. 6 دقائق 20 ثانية، 91 جزء من الثانية هو توقيت شوق. تهانينا وناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني وصلت الظبي، 6 دقائق 21 ثانية، 89 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن راشد بن سعيد آل بريس. مطرة احتلت المركز الثالث بتوقيت زمني 6 دقائق 22 ثانية، 47 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك مطرة عبد الله بن حمد بصلعة المري. تهانينا وناموس لكل الفائز.